بص يا ستي، اسم فيلم بيبتدي بحرف ستوب. ظرف طارق. برافو عليكي، ايه ده شاطرة. لا شاطرة. اسم شخصية مشهورة سيدة من أي مجال يعني بحرف ستوب. نانسي عجرم. نانسي عجرم، وإجابة صحيحة، ثلاث ثواني. برافو. شخص مشهور بيبتدي بحرف ستوب. أسامة أنور عكاشة. أسامة أنور عكاشة، شطورة يا شطورة. لا أنت عارفة أنا يعني عايزة أشوف دي ده حظ ولا تمكن. ماشي هنشوف. بلد بحرف يا لهوي أنا وحشة قوي في البلاد. ستوب. سوريا. سوريا إجابة صحيحة. سوريا بس أنا ما أعرفش سوريا. لا سوريا بالصاد، بس أنت قلتي سوريا صح مظبوط طبعا. أغنية يا رب تعرفها عشان نسمع صوتها. أغنية بحرف إيه؟ أغنية بحرف ستوب. في أنا ما بعرفش. أنا زفت في الأغاني. فاكر فاكر يا حبيبي. شخصية سيدة برضو من أي مجال بتبتدي بحرف ستوب. هدى المفتي. يا جامد. مش مهم الإجابة، مهم الأداء. يعني أداء رفيع. الحمد لله رب. حاجات بتشيل حاجات برضو. لا شفتي عملتي واثقة واثقة. عشان سهلة. أنا موافقة طبعا، اختيار عظيم، بس قولي حد تاني بالهاء. هدى سلطان. هدى سلطان. والله شطورة شطورة يا هدى شطورة. طيب نرجع تاني للأفلام اللي أنت شاطرة فيها. فيلم بحرف ال ستوب. سيدة القصر. برافو برافو. سيدة القصر صح. انت بتحبي الافلام القديمه قوي 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 قوي. يعني هم عندي في البيت على طول شغالين، بجد على طول شغالين حاجات استاذ يوسف السباعي واحسان عبد القدوس والحاجات دي. انا متربيه عليه من وانا صغيره، يعني كان على طول. يعني انا حتى فاكره ان كان الفيلم بتعمله فاتن حمامه وترجع تعمله نجلاء فتحي. ايوه صح. فكنت بحب اتفرج عليه فاتن حمامه وكمان نجلاء فتحي، اللي هو بيبقى كده. يعني هو في يوم افلام فاتن حمامه شغاله في البيت من اولها لاخرها. ده للدرجه دي؟ ده ادمان ادمان. يعني انت دراستك لها علاقه بالدراما. انت اداب. انا اداب دراما ونقد مسرحي. دراما ونقد مسرحي. فدراستك لها بس كانت المسرح. كنت بدرس مسرح اغريقي ومسرح يعني يوناني وكده اكتر بكتير، يعني اساطير بقى وحاجات كده اكتر من الدراما نفسها. بس كان بيبقى عندنا حاجات ان انت بتختاري فيلم معين وبتحلليه بقى وبتشتغلي عليه. انا اشتغلت على فيلم الحرام لفاتن حمامه. طبعا. وضربة شمس نور الشريف. يعني ايه اشتغلت عليهم؟ عملت لهم نقد يعني؟ كان نقد وكان كذا حاجة، يعني بحلله بتطلعي حاجات بقى من الفيلم، بتتفرجي على الفيلم كذا مرة، بتتكلمي عن كل حاجة صغيرة فيه، الديكور، الممثلين. أنا ممكن أقولك فيلم الليلة الأخيرة. أنا بحب فاتن حمامة قوي 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 قوي. الفيلم ده أنا شايفة إن هو فيلم عالمي، هو ممكن ننزل بيه مهرجانات عالمية طبعًا. ونكسبها عادي طبعًا. أنا مش مصدقة إزاي في ممثلة ممكن تعمل اللي فاتن حمامة عملته في تاريخها. عظيمة عظيمة. يعني ايه؟ يعني ايه ممثلة بتعمل شخصيتين وهي انسانة واحدة؟ هي حاجة لما تتفرجوا على الفيلم هتفهموا، يعني الناس لما تتفرج على الفيلم هيفهموا. هي مش شخصيتين مثلا هي عاملة مثلا هدى ومنى مثلا، لا هي عاملة نفس الانسان بذاكرتين او بتكوين مختلف. لا 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 حاجه حاجه بجد. انا مش عارفه هي نفسيا تحملت الموضوع ازاي. محمود مرسي كان عظيم طبعا. كمال الشيخ، اخراج كمال الشيخ. اخراج كمال الشيخ. الاخراج كان عظيم. عظيم عظيم. يعني انا انا بجد ما شفتش كده. الفيلم ده بالنسبه لي فيلم حلو قوي. يعني انت تقريبا متفرجه على معظم الافلام الابيض الافلام. لا مش الابيض واسود بس،
يعني اكتر من الابيض واسود. الحاجات اللي هي بين الاطلال، متفرجه على مثلا على بين الاطلال، ومتفرجه على سكوريني، متفرجه على ارحم حبي، متفرجه على حب وكبرياء، متفرجه على كل حاجه. يعني بحب الافلام اللي بتعيشني في مود. بيعجبك الاوريجينال الاصلي اكتر ولا اللي بيحاكي الاصلي؟ الفكرتين، الطريقتين، الحاجتين، ده ملون وده مش ملون، يعني ده بالالوان وده مش بالالوان، وده ده 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 كان متماشي مع العصر ده، وده متماشي مع العصر ده. فانا بصراحه ساعات بفكر بقول احنا لو عملنا ده في عصرنا هيبقى عامل ازاي، ببقى عندي فضول قوي اتفرج ده احنا هنعمله ازاي لو اتعمل مثلا بحد تاني بطريقه ثالثه.